السلام عليكم. في مواقع كتير جدا زي الموقع دوت بي ار شرطة كود شرطة جنريتور، بتديله نص معين او بتديله كلمة معينة او ايميل او موقع، هو يحوله لك لباركود بحيث ان انت تلزقه على المكنة او كده او اي مكان، بحيث ان اول ما المكنة تعدي عليه تقدر تقراه وتعرف المعلومات اللي انت عايزها. يعني على سبيل المثال ده bimarabia.com، تقدر تاخدها ستاتيك او دايناميك. اقول له ايه جنريت كيو ار كود، فيبدا يعمل لي الكيو ار كود اللي هو دوت. اول ما بالكاميرا تروح مشيها او بالجهاز يروح واخد لك المعلومات، يقول لك ان ده الموقع ويروح مدخلك على الموقع. تقدر تعمل له داونلود سواء جي بي جي او سي في جي او اي بي اس.